السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في النشرة الرياضية. نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل يوم أمس السباق 19 لهذا الموسم، والذي أقيم على كؤوس اسطبلات الجسمي وكأس اسطبل الراشدية، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة رفا بالصخير، حيث قام السيد نادر الجسمي بتتويج الفائزين بكؤوس الجسمي، وقدم كأس الشوط الأول إلى المضمر الفائز أسامة هاشم، وكأسي الشوطين الثالث والسادس إلى سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة، وكأس الشوط الرابع إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة، وكأس الشوط الخامس إلى الفارس الفائز تراستن نورماندا، بالإضافة لكأس الشوط السابع إلى المضمر الفائز فوزي ناسا. كما قدم الجسمي كأس الراشدية إلى المضمر الفائز جعفر مرزوق. استعاد فريق المنامة حامل لقب بطولة الدوري توازنه في المربع الذهبي لدوري زين البحرين لكرة السلة، متمكنا من تحقيق انتصار كبير على حساب الحلا ب101 مقابل 82، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم أمس على صالة اتحاد كرة السلة في أم الحصن. يذكر بأن المنامة كان قد تعرض للخسارة في الجولة الأولى من المربع الذهبي أمام فريق المحرق.